بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الامتحان التاسع من امتحانات كتاب ماي فريند، الامتحانات الشاملة. أول سؤال معانا بيقول لك parents always advise. advise يعني ينصح، وعايزك تفتكر كده، تركز في دي عشان دي مهمة، إن في أفعال زي كلمة insist، زي suggest، زي encourage، زي recommend، والخلبوصة اللي بتلخبط دايما ask. الناس دي كلها لما نجيب بعدهم ذات نجيب فاعل وبعدين فعل في المصدر، او ذات وبعدين فاعل وبعدين شد والفعل في المصدر، ونسيت اكتب لك كمان معاهم ادفايس. الناس دي كلها كده بيجي بعدهم ذات وفاعل ومصدر، او ذات فاعل وشد والفعل في المصدر. ما تنساش كمان ان ادفايس دي هي وريكومند، الناس اللي هقول لك عليها دلوقتي من بين الافعال دي، زي كلمه زي كلمه ادفايس، وزي كلمه سجست، وزي كلمة encourage، وزي recommend. الناس دي كلها كده لو مفيش بعدها فاعل بنجيب الفعل المضاف له ing مباشرة. فالمهم الراجل هنا بيقول لك في الجملة دي advice، يعني آبائي أبويا وأمي دايما بينصحوا، أو الآباء دايما ينصحون أطفالهم education without getting a degree، ألا يغادرون. يبقى advice لما نجيب بعدها مفعول يبقى to المصدر. طيب أنت عندك كام حالة كده؟ ثلاثة: advice بعدها ing على طول، advice مفعول to المصدر، أو advice ذات فاعل مصدر. طيب المهم فتفكيرك هيكون في تو ليف لو مثبت، نوت تو ليف لو منفي. هو الاب والام بينصح عيالهم ان هم لا يغادروا المدرسه دون شهاده، يبقى نوت تو ليف. انا عايز كده منفي، يبقى اخد نوت تو والمصدر اللي رقم بي، نوت تو ليف. طيب هي ديفلوبد ان elaborate بلان فور هيز اسكيب، يعني هو قدم او طور خطه معقده لهروبه. عكس كلمه elaborate معقد، عكسها بسيط سيمبل. وما تنساش كن في برضه كلمه خدناها تاني اللي هي كلمه بلين، تنفع هنا بمعنى بسيط او سهل. رقم ثلاثة: they wanted to know which school not to. which school دي قالت تفهم يا فندم، فانت عايز بعدها فاعل، وبعد الفاعل عايزين فعل مساعد. طيب فدي بدأ بالفعل المساعد وقولها اطلعي بره، دي بدأ بالفعل المساعد برضه وقولها اطلعي بره. باقي معاك I had been، وباقي معاك I have been. الفكرة بتاعت الجملة دي لما فيش ظرف فاحنا هنروح لفعل القول لأن ماضي، فحضرتك عايز ماضي يبقى I had been. رقم C: the new play is a must see. المسرحية الجديدة دي حاجة لازم تشوفها. must see هنا معناها trivial، تافهة، boring، مملة، dull، مملة، ولا significant اللي هي معناها مهم، اكيد مهم. My father asked me how not I did in the last test. بص معايا بقى عشان الفكرة دي مهمة جدا. انت بتقول how وعارف ان how دي بيجي بعدها حاجة من اتنين، اما صفة او ظرف. بعد كلمة how حاجة من اتنين، ممكن نستخدم how ونجيب بعدها صفة او نجيب بعدها ظرف، وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. على سبيل المثال لما اقول لك how not are you at English، English دي واحدة. التانية how not did she perform، perform. انت عندك كده جملتين اتنين، واحدة منهم عايزين نستخدم good والتانية عايزين نستخدم will. بداية انا بقول لك انت تكون في الانجليزية، فانت تكون جيد فاقول هقول لك how good. لكن هنا did you perform يعني انت تؤدي، فتؤدي بشكل جيد، فانا عايز هنا ظرف. يبقى how بنجيب بعدها صفة او ظرف على حسب الجملة. طب ما تنساش بقى ان عندك what من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني بنجيب بعدها اسم. فلو عايز اسالك عن عمرك هقول لك how old are you، يعني معناها كم عمرك، وممكن اقول لك what age are you، الاثنين دول معناهم كم عمرك. في الاولانيه احنا قلنا how old عشان old صفه، زي ما احنا متفقين ان how بيجي بعدها صفه. وفي الثانيه what age، age اللي هو العمر، عشان احنا متفقين ان كلمه what اصلا بيجي بعدها اسم. طيب ارجع تاني كده لجملتك اللي بعد كده، رقم خمسة اللي بنحل فيها. انا بقول لك how not I did، انا اديته، يبقى كيف، ما مدى جودة ما اديت، او يؤدي بشكل جيد، يبقى how well. امال ايه a will دي؟ a will دي اسم بمعنى بئر. طيب there were fires attacks on the BBC for a leaked political bias. كلمة a leaked دي معناها مزعوم، زي كلمة claimed كده اللي معناها مزعوم. political bias يعني كان في هجوم على قناة البي بي سي على بسبب الهجوم السياسي المزعوم. كلمة bias الانحياز او السياس الانحياز، او ان انت تاخد جانب شيء معين، اللي هي بتسوي كلمة prejudice لو انت فاكر. طيب كلمة bias هنا معناها criticism يعني نقد، magnetism اللي هي المغناطيسية يعني الانجذاب وكده، favoritism اللي هي الانحياز، اللي بتسوي كلمة تانية خدناها اسمها nepotism اللي برضو معناها الانحياز، environmentalism اللي هي البيئية يعني العمليات البيئية وكده يعني. طيب بعد كده رقم 7: as soon as I it stops raining، بمجرد ما الدنيا تبطل مطر I not to the park، انا هروح الحديقة. ركز معايا كده في انك انت عندك as soon as دي رابط، وانت قلت لنفسك بعدها مضارع، فاكيد انت كلمت نفسك انك عايز هنا مستقبل. حلو. طيب
طب مجرد ما الدنيا تبطل مطر اي ويل جو ساذهب، اي جو اذهب، ولا ويل هاف جون هكون رحت، ولا ويل هاف بين يعني هكون ذهبت برضو. الطبيعي ان انت عارف ان اي رابط في الدنيا بنجيب بعده مضارع بسيط او مضارع تام، ان حياة دي ممكن مضارع بسيط او مستقبل، المعنى انك انت بتقول بمجرد ما تتوقف عن المطر ساذهب يبقى ويل جو. كمبيوتر بريك داونز، التعطل بتاع الكمبيوتر يعني او توقف الكمبيوتر، ار انوينج، دي حاجات مزعجه، اند نوت ان انكونفينينت يعني غير مناسبه، انتشنال معناها مقصود، انوفيتيف معناها مبدع، انوسنس اللي هي البراءه، من انوسنت بريء. There are so not pieces. Pieces دي يعني اسم جمع. فحضرتك تنزل على ماتش تقول لها اطلعي بره، وتنزل على ايه تاني؟ لا ما خلاص، او هتنزل على a lot of هنطلعها بره، بس مش عشان pieces، لا، لان so ما بيجيش بعدها حاجه فيها ايه، وده احنا قلناه في الامتحان الثامن عشان تعرف ان الموضوع بيتكرر تاني، بس انت ركز الله يكرمك. المهم بقى مع ستك هنا حاجه من اتنين، بقى مع حضرتك هنا حاجه من اتنين، اما انك تفكر، طبعا احنا قلنا ماتش بره، اما انك تفكر في a few او تفكر في many. طيب كمل كده، انت قلت لي ما ينفعش يا مستر اي حاجه فيها سو نجيب بعدها ايه، فما ينفعش سو a little ولا سو a few ولا سو a lot of، فانت طلعت دي بره، يبقى اصبح معاك كده سو many. طيب the teacher not the spelling errors by circling each one، المعلم عمل ايه في الاخطاء بتاعت السبيلنج عن طريق انه عمل دايره على كل واحده، يبقى اكيد هو ابرزها، يبقى هايلايتد، هايلايت يعني يبرز. She four emails before she left the office. والله يا مستر انا لمحت عندي هنا رابط اللي هو كلمه بيفور، ولمحت بعده جايب لي ماضي اللي هو ليفت، اذا انت عايز قبله ماضي، فهتنزل زي شاطر على اي حاجه مضارع تقول لها اطلعي بره، ودي كمان بره. يا ترى هاد سنت ولا هاد بين سنتنج؟ في حته في الجمله دي هتخليك تؤمن بان ما فيش غير اختيار واحد بس صحيح، اللي هو انه قال لك فور ايميلز، وانت قلت لي قبل كده مرات ومرات ان مع العدد يا مستر ممنوع المستمر، وانا قدامي هنا فور عدد يبقى ما فيش مستمر، فالاجابه اصبحت هاد سنت. هاي تايد اللي هو المد والجزر يعني، not with strong wind يعني متحدا مع الرياح القويه، يتحد مع اسمها كومباين. وما تنساش ان انا قلت لك قبل كده على موضوع كومباين دي ان ليها احتمالين اثنين لا ثالث لهم. الاحتمال الاولاني حضرتك انك انت تقول، هجيب بس صفحه فاضيه كده، انك انت تقول ان كومباين، ان الشيء combines with شيء تاني، او اثنين شيء، شيئين يعني combine تو وتكمل. بص معايا، انت ممكن في جمله مثلا تقول لي ان ال H2 اللي هي الهيدروجين كومباينز ويز O2 تو فورم عشان يشكلوا او يكونوا ووتر. حلو، ممكن تقول لي بقى الهيدروجين اند اوكسجين كومباين تو ميك او فورم ووتر، بيتحدوا لكي يكونوا المياه، فكده الاثنين صح. طيب في الجمله اللي احنا بنحل فيها بقى حضرتك، خدنا كومباين ويز يتحد معاه، اللي هو فين الشيء الاولاني؟ اللي هو الاولاني اللي هو التايد، والشيء الثاني اللي هو الويند. I don't mean the girl with black eyes، مش قصدي على البنت اللي عينها سودا. I mean the not one، انا اقصد البنت خضراء العين، يبقى green eyed رقم B. امال ايه الفرق بين green eyed و green eyes؟ green eyes دي معناها عيون خضراء، عيون خضراء، لكن green eyed معناها خضراء العين. طب ليه ما خدناش دي؟ لان بعدها اسم، والاسم لازم عايز هايفن معاها طول. The not of students can be challenging task for teachers، عملية الايه بتاعت الطلاب ربما تكون تحديا للمعلمين. موتيفيشن اللي هو التحفيز، ديسكارجمنت اللي هو التحبيط يعني التحبر الطلبه، كورنيشن ده حفل تتويج، والالستريشن الشرح او التوضيح. ما ينفعش اقول لك الشرح بتاع الطلاب، ممكن يكون صعب، لا، الشرح بتاع الماده العلميه اكيد. I not my sick friend many times this month، انا زرت صديقي المريض مرات عديده. خد بالك قال لك many times يعني في عدد، يعني معنى كده لو في مستمر قول له اطلع بره، وقول لي كمان اطلعي بره. فتفكيره حضرتك هاف بي انفستد ولا هاف فيستد؟ انت بتقول انا زرته، يعني انت عايز معلوم، يبقى ناخد رقم دي. Here not and determination were a source of inspiration to others، اصرارها وايه كمان كانوا مصدر للالهام للاخرين. تعال نشوف بقى انت عايز تقول اصرارها، ورامرز اللي هي الشائعات، وهيومر اللي هو حس الدعابه. اصرارها ودعابتها كانوا مصدر الهام للاخرين. This machine is efficient، الاله دي كفء، efficient يعني كفء. هو عايز بيقول لك ان احنا لو عايزين نجيب عكس كلمه efficient بنضيف لها ان، عشان انت بتقول efficient عكسها inefficient، يبقى ان. والموضوع ده لازم تحفظه عشان تعرف ان في efficient عكسها inefficient، like عكسها dislike، polite impolite، happy unhappy كده، فكل واحده لازم تحفظها. The supporting detail، supporting details دي اللي هي الشروحات والتوضيحات اللي بنعملها عشان نبين الادعاء. Come after topic sentence، بتيجي بعد topic sentence. Making up عشان تكون لك ايه البودي، اكيد ما دام في شرح يبقى بودي. شكرا. ايه من الجمل دي معمولها ترقيم سليم؟ الراجل فتح الاقواس وكتب لك I'm investing you tonight، وعمل كوما، المفروض نقفل بقى الاقواس، هو نسي هنا يقفل الاقواس، يبقى دي باظت. طب الجمله الثانيه I'm investing you tonight، المفروض ان في هنا كوما مش موجوده، يبقى باظت. I'm investing you tonight في كوما وقفل الاقواس وقال لك فرانس سيد، ماشي. طب I'm نسي يعمل هنا الابوستروف اللي فوق دي، يبقى كده باظت، يبقى الاجابه الصح رقم C.
بعد كده ندخل على القطعه بقى الجامده دي، بيقول لك though Mr. Jones told his wife that the trip into the middle of Africa to shoot wild animals would be a very uncomfortable one. برغم ان الراجل اللي هو مستر جونز قال لمراته ان الرحله اللي احنا نروح نعملها عشان نصطاد حيوانات يعني بريه ربما تكون رحله غير مريحه. It would be very hot. ربما تكون حاره جدا، اللي هي اكيد ميدل اوف افريكا. They would live او الرحله يعني they would live in a tent and it might be dangerous. ممكن نعيش في خيمه والامور تكون خطيره. She insisted on going with him. تقريبا هو كانش عايز ياخدها معاه فبقول لها كده، بس هي صممت تروح معاه. They bought a big tent. اشتروا خيمه كبيره. Camp beds a refrigerator which did not need electricity. واشتروا ثلاجه مش محتاجه كهرباء، واشتروا اشياء اخرى عشان ينطلقوا في رحلتهم الى منتصف افريقيا. Before going to hunt. قبل ما يطلعوا يصطادوا، Mr. Jones gave his wife a bell to use if she was in danger. ادها جرس وقال لها استخدميه لما تكوني في خطر او كده. And needed him. واحتاجتيني، تعالي ضربه بس الجرس انت هتلاقيني عندك هنا. Then he left. سابها وتوكل على الله. After a few minutes he heard the bell and returned quickly to the tent. بعد ثواني معدوده سمع الجرس فجري صاروخ عليها عشان يشوف ايه اللي بيحصل. What is the matter? مالك يا حاجه ايه اللي حصل؟ قالت له nothing. ما فيش حاجه. Confirmed his wife. مراته اكدت له ما فيش حاجه خالص والله. I was only testing the bell. كنت بختبر الجرس. Mr. Jones went off. طبعا دهها دماغها بالجزمه ومشي، سابها ومشي. But after a quarter of an hour, بعد ربع ساعة, the bell rang again. الجرس ضرب تاني. Mr. Jones hurried back to the tent. جري رجع تاني جري على الخيمة. But his wife said, مراته قالت له, I am sorry, I was cleaning our tent. معلش أنا آسف كنت بنظف الخيمة. And I knocked the bell over by mistake. وخبطت الجرس بالصدفة كده فضرب جرس. Mr. Jones returned to his hunting, but soon he heard the bell once more. رجع بقى على الخيمة تاني وسمع رجع على شغل على الصيد وسمع الجرس بيرن. This time when he got back to his camp, المرة دي بقى لما رجع على الخيمة تاني, the tent was burning. الخيمة كانت بتولع. And Miss Jones was lying on the ground. والولية دي قاعدة على الأرض. With blood running from a big cut on her shoulder. وفي جروح بتنزف من كتفها. That's better, said Mr. Jones. This time the bell had been used correctly. قال لها ده زي الفل. انت كده أول مرة تستخدم الجرس بشكل كويس بشكل سليم. The woman on the floor couldn't help laughing. ما كنتش قادرة تبطل ضحك at the humorous comment. بسبب التعليق اللي هو علّه ده. She was safe again. كانت آمنة بمرة تانية. But Mr. Jones canceled the idea of the pill and took her with him on his hunting trip the next day. تاني يوم قال لها تطلع إن شاء الله من الصبح بدري كده تصحي زي الشطورة تلبس وتيجي معايا. To their surprise مما أدهشهم they heard something which the wife thought to be the ring of the bell. سمعوا حاجة ومراته قالت له على فكرة ده الجرس بيرن. Mr. Jones sure that it wasn't the bell. متأكد ده مش الجرس لأن الجرس معانا. Then said that if she was ring right then it must have been her ghost which was feeling frightened inside the tent and thus used the bell to ask for help. طبعا مستر جونز قال لها ده أكيد عفريتك اللي في الخيمة حاسس بالخوف فبيضرب الجرس يعني عشان ينادينا ويستعين بينا. When did Mr. Jones say his wife could use the bell? امتى قال لها استخدم الجرس؟ When she was testing it. لما تكون بتختبره ولا لما تكون وحدها ولا لما تكون في خطر؟ اكيد لما تكون في خطر، لكن هي بسم الله ما شاء الله عليها استخدمته في كل حاجة الا موضوع الخطر ده. طيب احنا كده استخدمنا اخترنا الاجابة رقم C. السؤال الثاني. On the first day في اليوم الاولاني Mr. Jones heard the bell. Mr. Jones سمع الجرس كم مرة؟ بص يا برنس اليوم الاولاني هو سمع الجرس تقريبا 3 مرات بس تعال نشوف. هو نفتكر مع بعض. هو في الاول المره الاولانيه لما كانت بتعمل له تيستينج، المره الثانيه لما كانت بتعمل له كليننج، المره الثالثه لما راح لقاها مصابه، يبقى كده 3 مرات فعلا. يبقى كده 3 times اللي هي رقم دي. What does the underlined word it refers to? The trip, the weather, the animal, the wife. بص هنا كده بنرجع تاني سريعا كده اوريك حاجه ونرجع. الراجل هنا بيقول لها ايه بقى؟ It would be very hot. هتكون حر جدا. اللي هي اكيد مين بقى في الاختيارات دي؟ اكيد الطقس بقى مش الرحله. الرحله مش تكون حر. الرحله تكون شيقه مثيره كده يعني. يبقى هنا كده مقصود بها the weather. Why did Mr. Jones and his wife go to the middle of Africa? ليه رايحين افريقيا؟ عشان to shoot tame animals عشان يصطادوا حيوانات اليفه؟ لا to shoot wild animals عشان يصطادوا حيوانات مفترسه بريه. Why did Mr. Jones take his wife with him the next day? ليه خدها معاه ثاني يوم؟ To make her frightened of animals عشان يخوفها. To take revenge on her عشان ينتقم منها. To ensure her safety عشان يتأكد على ان هي امنة. To benefit from her experience in shooting. لا ده هي هتصوت لما تعرف الدنيا يبقى رقم C. هي معناها عشان يتأكد من ان هي امنة وبخير عشان للأسف شكله طلع بيحبها.
who used the bell the next day. مين اللي استخدم الجرس؟ ما حدش استخدم الجرس، ده هو كان هم تخيلوا ان في صوت، لان الجرس كان معاهم اصلا. Why did Mr. Jones not want to take his wife with him the middle of... ليه مش عايز ياخدها معاه؟ لان الرحله would be hard، لان الرحله هتكون صعبه زي ما قال لها. One on the first day، في اليوم الاولاني، the wife used the bell three times، استخدمت الجرس ثلاث مرات. Not of which او لا، ده في حاجه هنا انا عملتها غلط، لمحت دي. Who used the bell the next day، اليوم الثاني، وقال لها ان الجوست بتاعك هو اللي كان بيضرب جرس، يبقى مش no one، ده قال لها ان الجوست الشبح بتاعك كان بيضرب جرس، يبقى the wife's ghost، ده وفقا لنص الكلام. تعالى نجيب دي الاول تاني كده عشان انا اشعر ان انا اتلخبطت فيها. هنا قال ايه بقى؟ She was for herself again. المهم heard something which wife مش عارف كده. Mr. Jones sure that it wasn't the bell. او ده هو متأكد ان هو لم يكن الجرس، يبقى no one كده صح، زي ما كنا بنقول كده صح no one. يبقى دي هنجيب كده الاستيكة ونمسح، يبقى الاجابة فعلا no one. طيب هنا بقى بقول لك on the first day، في اول يوم، the wife used the bell، الزوجة استخدمت الجرس ثلاث مرات. كم مرة منهم كانت خطأ؟ واحدة بس، one by mistake، لما كانت بتنظف المكان وضربت الجرس. Interests are important to think about، اهتماماتك هي حاجة مهمة لازم تفكر فيها او تعتبر لها. But it is most important to know about your values، لازم تعرف قيمك. Work values seem to affect one's choices of jobs، القيم اللي عند الإنسان في العمل ممكن تكون لها تأثير على اختيار الشخص الوظيفة. Even more than interests، أكثر من اهتمامه بيها، أنت بتحبه ولا ما بتحبش. So sometimes one may go through a conflict between his interests and his work values، لأن أحيانا الإنسان ممكن يدخل في صراع بين اهتماماته وأهوائه يعني وبين القيم اللي في العمل. بعض الناس for instance، بعض الناس على سبيل المثال might accept jobs that don't fit their work values، ممكن يشتغل شغل مش مناسب لقيمهم. That means that something important to them is missing، معناها ان في حاجة بالنسبة لهم مهمة مفقودة. In other words they have to do something in their job which doesn't fit their work values، لان هم بيضطروا يعملوا اشياء لا تتماشى مع القيم اللي عندهم. One work value is working under pressure، واحدة من القيم العمل انك تشتغل تحت ضغط. بعض الناس بيحبوا ان هم يشتغلوا بالطريقة دي، others ما بيحبوه. البعض الاخر doesn't stand it، لا يستطيعون ان يتحملوها، اللي هي ايه؟ العمل تحت ضغط، يبقى working under pressure. My sister loves pressure، اختي بتحب التوتر والضغط. She works best when she has to meet a deadline، ما بتشتغلش بما يرضي الله غير لما موعد النهائي يقترب. She loves a job where she has to hurry، محتاجة وظيفة كده تكون هي على اعصابها دايما ومستعجلة. She would be bored in a job without pressure، الوظيفة لما بتكونش فيها توتر وضغط ما بتبقاش لذيذة بالنسبة لها. On the contrary، على العكس، my mother can't stand the pressure، انت كده عندك ايه؟ اتنين، اول واحدة كده اخته، ادي اخته، التانية امه، اخته بتحب الضغط، امه على عكس كده خالص. She gets nervous and makes mistakes، لما يكون في توتر ولما يكون في ضغط بترتكب اخطاء. Pressure even makes her sick، وحتى التوتر ده بيخليها تمرض. She won't be able to stay very long in pressure cause job، لما تكون هي في وظيفة بتسبب التوتر والضغط ما بتستمرش فيها، بتسيبها وتمشي. Some occupations are more likely to have this time pressure than others، بعض الوظائف بيكون فيها توتر وضغط اكتر من الوظائف التانية. For example، على سبيل المثال، working for a newspaper always has deadlines، انك تشتغل في جريدة فده موضوع ليه ديدلاين، يعني لازم تخلص الخبر النهاردة عشان يتنشر ويتم نشر يعني. Possessing a positive attitude is an important work value، انك تكون عندك اتجاه ايجابي ده شيء مهم جدا. ده الشيء التاني، هو بيتكلم على pressure وبيتكلم على attitude. Employers seek employees who take the initiative and have the motivation to get the job done in a reasonable period of time. الناس أصحاب الشركات بيحبوا الموظفين اللي عندهم روح المبادرة وعندهم الحماس إن هم يعملوا الأشياء في وقتها المحدد. A positive attitude gets the work done and motivates others to do the same without dwelling on the challenges that inevitably come up. يعني في أشياء حتمية هتحصل، الموظف اللي عنده حماسة كده بيخلصها وبيتخطاها من غير مشكلة. It is the enthusiastic employee، ده بس الموظف المتحمس هو اللي بيخلق ال environment of goodwill and who provides a positive role model for others، الشخص الموظف المتحمس هو بس اللي بيقوم بيخلق بيئة عمل جيدة وفيها إرادة وبيكون هو قدوة حسنة للآخرين. A positive attitude is something that is most valued by supervisors and coworkers، الاتجاه الايجابي للشغل هو اللي بيكون مقدر من ناحيه الموجهين او المشرفين والناس اللي بيشتغلوا معاه. And that also makes the job more pleasant، وده كمان بيخلي الوظيفه اكثر pleasant سرورا يعني، and fun، واكثر مرحا to go each day.
on the contrary، على النقيض، على الجانب الآخر، بعض الناس الموظفين عندهم attitude سلبي، يعني عندهم نزعة سلبية with working and those achieve no professional success، والناس دي ما بتعملش أي نجاح أكاديمي. طيب أول سؤال بقول لك، وفقا للقطعة أو للكاتب، our choice of jobs influenced by، يعني اختيارنا الوظيفة بتتوقف على أو بتأثر ب our life conditions، أحوالنا المعيشية، ولا شخصيتنا، ولا الورك فاليو، الورك فاليوز، الناس بيختاروا الوظيفه وفقا للفاليوز بتاعتها. working under pressure، انك تشتغل تحت ضغط، ده معناها meeting deadline، ولا finishing at any time، ولا enjoying your job، ولا making mistakes، انك تشتغل تحت ضغط، فده معناها انك انت بتشتغل عشان يعني تلحق تسلم شغلك قبل الديدلاين المحدد اللي هو قال لك عليه، حتى عاملها بالكلمه دي باللون الاحمر فوق. pressure makes the writers more the mother more، بقول لك ان التوتر بيخلي الام ما تعرفش تشتغل، ترتكب اخطاء وتبقى مريضه. قال لك كده يبقى سك. what should a good employee do، الموظف الجيد لازم يعمل ايه؟ should neglect his work، تجاهل عمله ونفض. set a role model for others، ان هو يكون قدوه حسنه للاخرين دي تنفع. refuse the deadline، يرفض ان هو يسلم قبل الموعد النهائي. give excuses، يدي اعذاره كده ويقضيها، انا اسف انا كنت مسافر كنت تعبان كده. لا، يبقى الإجابة الصح رقم B according to the passage، وفقا للقطعة. according to the passage every job must have its own، كل وظيفة لازم يكون فيها الإيه بدعاية خاص بيها، أكيد تحديات. precautions تحذيرات، cautions تحذيرات، development تطورات، يبقى أكيد كل وظيفة فيها تحديات. what does the underlined word it بتشير لمين؟ possessing a positive attitude، يكون عندك اتجاه إيجابي، ولا قيمة العمل، ولا الطريقة اللي الناس بيشتغلوا بيها، ولا working under pressure، دي under pressure زي ما اتفقنا، عملت لك تحتها خط فوق. كلمة deadline يعني ايه deadline؟ a line at which someone dies، الخط اللي الانسان بيموت فيه، ولا time of death وقت الموت، ولا time before which something is done، الوقت الذي يفعل الشيء قبله. يعني انت عندك deadline يوم الثلاثة الجاي، فانت لازم تسلم شغلك يوم الاثنين مثلا كده، يبقى ده اسمه deadline. people who don't like their jobs، الناس اللي ما بيحبوش وظائفهم دول، make more progress بتطوروا، ولا ما بيعملوش اي تحقق في اي نجاح في هذا الامر، ولا بيعملوا الاشياء دي بحماس، ولا ضاي بيموتوا وهم شغالين. لا، هما ما بيقول لك في القطع ان هما ما بيعملش اي تقدم في وظيفته. الترجمه بيقول لك to remain employable، عشان تفضل قابل للتوظيف، you have to cope with all the latest developments in your work field، لازم تتساير يعني كل التطورات في مجال العمل بتاعك. life long learning، التعلم مدى الحياه، بيساعد الناس ان هما يكسبوا مهارات ضروريه for living and making progress، للعيش وان هما يتطوروا، لكي تظل قابلا للتوظيف عليك تحقيق جميع التطورات الاخيره. وما قالكش تحقيق، قال لك هنا مسايره، لكي تظل اهلا للتوظيف عليك تحقيق جميع، برضو تحقيق دي مش موجوده فوق، هو قال لك مواكبه او مسايره، لكي تظل اهلا للتوظيف عليك مواكبه جميع التحولات ما قالش تحولات، قال لك latest development تطورات، يبقى كده الاجابه الصح رقم د، يبقى لكي تظل قابلا للتوظيف عليك مواكبه جميع التطورات الاخيره في مجال عملك، يساعد تعلم مدى الحياه الاشخاص اكتساب المهارات اللازمه للعيش وتحقيق التقدم، يبقى كده رقم د هي الدالية المضبوطة. الحرية هي أثمن شيء في الحياة، وحتى تتمتع بحريتك فيجب عليك أن تراعي حريات الآخرين. تعال نشوف. Freedom is the most valuable thing in life. And in order to، في نقصة to هنا يبقى باظت. Freedom is the most valuable thing in life. And in order to enjoy your freedom, you must respect the freedom of other people أو others، يبقى كده باظت. Freedom is the most valuable thing in life. And in order to، نقصة to يبقى باظت. Freedom is the most invaluable thing in life and in order to enjoy your freedom you must respect the freedom of others، يبقى رقم دي هي اللي صح. سؤال القطعة، سؤال للقصة، بقولك then she jumped on me like an eagle on a lamb، وبعدين قفزت عليا كأنها يعني كأنني فريسة وكده وبتصطادني. يعني what did these words reflect، الكلمات بتحكي ايه عن العلاقة بين مس بين بيب واخته. This reflects the fact that his sister is very much cruel to him، بتعكس حقيقة ان اخته حد قاسي جدا معه. Also shows، بتبين كمان how bad she treats him، مدى ما تعامله بسوء. Should Bib have continued staying with at the blacksmith instead of going for his new life in London، يعني هو بيب كان المفروض يقعد مع الحداد وخلاص ويرضى بالوضع الحالي بدل ما يروح لندن. انا هقول يس او نو، انا حر، ماشي ممكن اقول يس ماشي. Because he doesn't know what may happen after that، لأنه لا يعرف ما سيحدث بعد ذلك، دي واحدة. أو no، طب ليه يا عم هو المفروض ما كانش يقعد مع الحداد ليه؟ Because he should be an ambitious person looking for new life and new chances، لازم يفضح يكون إنسان عنده طموح ويبحث عن فرص أخرى وحياة جديدة. خلصنا الحمد لله الامتحان، وباقي معانا الامتحان العاشر نبدأ فيه.